أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل، في هذه التحديات الرائعة، ومع هذا السن سن الثنايا في مسافة ورحلة 8 كيلومترات. كما ننوه ونذكر بانطلاقات الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة 1:30 من ظهر هذا اليوم بتحديات هجني أصحاب السمو الشيوخ. نسير مع هذا الشوط وهو الشوط الخاص بالمحليات الأصايل. تنطلق هذه الشعارات، نتابع البداية والمقدمة وصدارة هذا الشوط واللي قاد المجموعة بهذا الانطلاق المتميز. ياتي العدملي للسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي، من يتقدم، من ينطلق، من يندفع بناموس هذا الشوط. الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الامتار الاولى. نتابع المركز الثاني، نتابع التسلل والتقدم لشاهين لمحمد بن خلفان بن محمد بن مبارك المنصوري، يتقدم على مستوى المركز الثاني. بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث، يأتي مستحيل لحمدان بن بخيث بن محمد الراشدي. نتابع المركز الرابع، أرد تسلل المشاغب لسليم بن حمد بن سالم الشباني الاكتبي. وعلى مستوى المركز الخامس من الجانب الآخر، مسامح لبخيث بن راشد بن سيف الشامسي، يقدم تحديات مسامح على مستوى المركز الخامس. نتابع وننطلق مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع المركز السادس، كي أرى التقدم في هذه اللحظات بشعار عيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاكتبي، من يقدم مرموق مع المركز السادس. سابع الانطلاقات، سابع التحديات، شيبوب لسعيد بن سهيل بن دريوي الاجتبي. وعلى مستوى المركز الثامن يصل شاهين لمحمد بن سيف بن سيف بن كلثم الخيلي. بينما اذا انطلقنا مع المركز التاسع، تحديات زعبيل لمظفر بن غرام بن موسى بن احمد البلوشي. ومع المركز العاشر يصل، يتقدم، ينطلق شاهين لعلي بن خلفان بالشاوي الغفري. في متابعة وتحدياتي شاهين على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة والنداء الأول مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة في تحديات هذا الشوط في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير. ولكن لنا عودة أيضا مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرهناك أيضا الكوكبة خماسية في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المثير وفي هذه التحديات الرائعة. اللي قاد المجموعة وانطلق بناموس هذا الشوط بهذا الاندفاع الجميل، بهذا التحدي الرائع. نتابع الصدارة والمقدمة والمشاغب اللي بدأ يشاغب على الصدارة، اللي انطلق بناموس هذا الشوط يقدمه سريم بن حمد بن سالم الاكتبي، مقدما لتحديات المشاغب. من بدا ينطلق، من بدا يندفع بناموس هذا الشوط يلي مع المركز الثاني. من الجانب الاخر ماخذ الزاويه مستحيل لحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي، يتقدم على مستوى المركز الثاني. ومع المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات والتسلل، التسلل العدمري سهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع السبوسي، يتقدم ايضا على مستوى المركز الثالث بتحديات العدمري. وعلى مستوى المركز الرابع انطلاقة مسامح بخيت بن راشد بن سيف الشامسي، يقدم مسامح على مستوى المركز الرابع. بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، ارى التقدم والتسلل لشاهين بشعر محمد بن خلفان بن محمد بن مبارك المنصوري. الخمس المراكز الاولى اللي يرن الشوط وباعدا المسافه عن بقيه المراكز. نتابع المركز السادس والتسلل القادم لزعبيل لمظفر بن غلاب بن موسى البلوشي، ياتي على مستوى
المركز السادس بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع مشاهدينا متابعين الكرام تحديات شيبوب من الجانب الآخر راشد بن سعيد بن سيب الدريوي الاكتبي في متابعة شيبوب مع المركز السابع والثامن الانطلاقات من الجانب الآخر مرموق لعيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاكتبي مقدما لتحديات مرموق بهذا الأداء المتميز ومع المركز التاسع يصل شاهين لمحمد بن سيب بن سيب كلثم الخيلي بينما إذا انطلقنا مع المركز العاشر ياتي شعار بخلفه بشاوي الغفري مقدما لتحديات شاهين مع المركز العاشر هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام لدار الثاني جولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة والشعار بن سليم من يقود المجموعة من ينطلق بناموس هذا الشوط مع تحديات المشاغب سليم بن حمد الاكتبي مقدما لهذا الانطلاق ولهذا الاندفاع المتميز المشاغب يشاغب منذ البداية ينطلق وهو الأقرب لناموس هذا الشوط بهذا الأداء المتميز ينفرد بالصدارة منذ البداية يلي مع المركز الثاني مستحيل لحمدان بن رخيت بن محمد الراشدي ياتي على مستوى المركز الثاني ومع المركز الثالث العدمري من الجانب الآخر للسهير بن عبيد بن عبد الله بن يبيع السبوسي يتقدم على مستوى المركز الثالث بينما إذا انطلقنا مشاهدينا متابعين الكرام مع المركز الرابع يتسلل يتقدم هذا الأداء المثير وبهذه التحديات الرائعة وصلت الأسامي في هذه اللحظات مسامح من الجانب الآخر لبخيت بن راشد بن سيف الشامسي يتقدم على مستوى المركز الرابع وخامسا مشاهدينا متابعين الكرام ياتي مرموق لعيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاكتبي بينما اذا انطلقنا مع المركز السادس رزعبيل القادم بكل قوه المظفر بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي يتابع تحديات زعبيل مع المركز السادس سابع الانطلاقات سابع التحديات شيبوب لراشد بن سعيد بن سيب الدريوي الاكتبي متابعا لهذا الانطلاق مع المركز السابع وثامنا التقدم لشاهين لمحمد بن سيب بن سيب كلثم الخيلي بينما اذا انطلقنا مع المركز التاسع ياتي شاهين لمحمد بخلفان بن محمد بن مبارك المنصوري وعلى مستوى المركز العاشر أرى التقدم في هذه اللحظات نبراس اللي بدأ يتسلل اللي بدأ يتقدم مع المركز العاشر بأول نداء لسعيد بن محمد بن حب العامري يتقدم على مستوى المركز العاشر هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والتغيير اللي طرى وجرى على المقدمة نتابع التحديات في هذه اللحظات ومستحيل من بدأ يتسلل من بدأ يتقدم بهذا الانطلاق المتميز حمدان بن رخيت بن محمد الراشدي يقدم تحديات مستحيل ولكن الانطلاق القادم التحديات مشاهدينا متابعين الكرام والوصول بهذا الانطلاق المشاغب سري بن حمد بن سالم الشباني الاكتبي ايضا التحديات الحاضرة بهذا الانطلاق والكوكبة الثنائية المستحيل والمشاغب على الصدارة مغادرتنا للوحة الاثنين كيلومترات الاتجاه الصحيح إلى خط النهاية المركز الثالث العدملي بشعارة وتقدم ومتابعة سهيل بن عبيد بن يميع من يقدم المستحيل من يقدم العدملي مع المركز الثالث رابع الانطلاقات رابع التحديات
الوصول في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام مع شيبوب لراشد بن سعيد بن سعيد بن دليوي الاجتبي وزعبيل على مستوى المركز الخامس بمتابعة مظفر بن غراب بن موسى البنوشي بينما إذا انطلقنا مع المركز السادس ياتي شاهين لمحمد بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي والانطلاق المرموق لعيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن بنعود مع الصدارة بهذا الانطلاق المتميز. نتابع المقدمة ولوحة الإعلان غادرناها، غادرنا لوحة الألف والميتين، وأرى هناك اللي قاد المجموعة اللي انطلق بناموس هذا الشوط. مستحيل على الصدارة، مستحيل على المقدمة. حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي يقدم مستحيل. العدملي مع المركز الثاني للسهير بن عبيد بن يميع مقدما ايضا للعدملي مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل المشاغب السريب بن حمد بن سالم الشباني الاكتبي ومرموق مع المركز الرابع لعيسى بن مبارك بن مرخان الكتبي. زعبيل مع المركز الخامس، مظفر بن غلام بن موسى البنوشي سادسا. التقدم لشاهين لمحمد بن سيب بن سيب كلثم الخيلي. هذه النتيجة ومستحيل انطلق بناموس هذا الشوط بهذا الأداء المتميز، بهذه العروض المثيرة والرائعة. ينطلق مستحيل بناموس هذا الشوط وبمتابعة حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي لينطلق بالصدارة، ليهدي السلامات لأهالي العين، أهالي أم غافة هم الأقرب، لناموس هذا الشوط بالتقدم مستحيل. حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي ياتي بالصدارة، ياتي بمقدمة هذا الشوط. سلام للمغافة، سلام، اسعدت صباحا. تهانينا لحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي على فوز مستحيل بالمركز الأول، يغترم من خط النهاية بدون أي منافس بدون أي منازع، يتقدم ينفرد انفراد كلي بناموس هذا الشوط. تهانينا لحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي على فوز مستحيل بالمركز الأول ولحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني العدملي لسهيل بن عبيد بن يميع. المركز الثالث جاء مرموق لعيسى بن مبارك بن مرخان. المركز الرابع شاهين لمحمد بن سيف بن سيف بن كلثم الخيري. ومع المركز الخامس ياتي شاهين لعلي بن خلفان بن شاوي الغفلي، من يصل على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة. 13 دقيقة 5 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي على فوز مستحيل بالمركز الأول، والسلامات لأهالي أم غافة بمدينة العين. بينما اللي وصل مع المركز الثاني العدملي 13 دقيقة 11 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لسهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع السبوسي. بينما اللي وصل مع المركز الثالث، هذه لحظات وصول مرموق 13 دقيقة 13 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لعيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاجتبي. تهانينا للجميع والناموس.